أهلا بكم. تشكل الميليشيات الطائفية وفرق الموت الخاصة في العراق دولة داخل الدولة، فبعد الغزو الأمريكي عام 2003 تحول العراق إلى ساحة مفتوحة لهذه الميليشيات، ثم تعاظمت القوة العسكرية لهذه الميليشيات التي تتبع للأحزاب الطائفية في العملية السياسية ذات الولاء المطلق لإيران، حيث وجدت طهران في هذه الأحزاب أوراقها التي تؤمن مصالحها في العراق، كما أن هذه الميليشيات باتت تحظى بالغطاء القانوني وشرعنة سلاحها المنفلت والسائب برلمانيا من قبل الكتل السياسية، نظيرة أن تسحق هذه الميليشيات كل الأصوات المناهضة للعملية السياسية وفساد شركائها، كما جرى في قتل وجرح آلاف المتظاهرين السلميين. الميليشيات الطائفية وواجهاتها السياسية في العراق وما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما حاجة الأحزاب الطائفية للميليشيات المسلحة وهي التي تحكم العراق منذ العام 2003؟ وكيف تتوالى التعهدات الحكومية بحصر سلاح الميليشيات وهي جزء، أي هذه الميليشيات، من الهيكل العسكري والأمني للعراق بموجب القانون؟ وما هي مخاطر استمرار علاقة التخادم العضوي بين الأحزاب الطائفية والميليشيات المسلحة على حاضر ومستقبل العراق؟ وكيف توفق هذه الميليشيات بين ولائها العقدي الصريح لإيران ومرجعيتها العسكرية والأمنية للحكومة في العراق؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، قحطان الخفاجي، ثامر العلواني. أخطر ما يقع به المتابع للمشهد العراقي هو جهل حقيقة التركيبة السياسية والأمنية وعدم تحديد المفاهيم وتسمية الأمور بغير مسمياتها، كأن يفصل مثلا بين السلطة التنفيذية أو التشريعية والميليشيات، فيبنى على ذلك تصور خاطئ، ألا وهو سعي الحكومة إلى تجريد الميليشيات من سلاحها، وتتبع ذلك نقاشات وتكهنات من قبيل: هل سيتمكن الكاظمي من تحييد الميليشيات عن الساحة سياسيا وأمنيا؟ النظرة الفاحصة لحقيقة المنظومة الحاكمة في العراق تكشف أن هناك ارتباطا وثيقا بين حملة السلاح والعاملين في السياسة، فلا توجد كتلة برلمانية نافذة إلا ولها ذراع عسكري يؤمن حمايتها ويخوف خصومها، كتلة صادقون النيابية وذراعها ميليشيا العصائب، كتلة بدر وذراعها ميليشيا بدر، تحالف سائرون وارتباطه بميليشيا السرايا، أمثلة حية من قائمة تطول عن التماهي بين الميليشيات والكتل السياسية. هذا الارتباط ليس مبنيا على أساس تخادم مصلحي يمكن بشكل من الأشكال تفكيكه بحسب المتفائلين بقدرة الحكومة على إقصاء الميليشيات، وإنما هو ارتباط وجودي، أي بعبارة أوضح، الميليشيات والكتل البرلمانية وجهان لعملة واحدة أو ذراعان لجسد واحد، ذراع مسؤول عن تشغيل الأجهزة الحكومية وذراع آخر مهمته تثبيت أركان الكتل السياسية بقوة السلاح. فمن يظن أن البرلمان يمكن أن يشرعن قراراً يقصي الميليشيات عن المشهد كالذي يظن أن الاخطبوط يمكن أن يقطع أذرعه، فعندما اعتقل عناصر من ميليشيا حزب الله لعدة ساعات استنفرت الكتل السياسية مثل ائتلاف المالكي والعامري والتيار الصدري رغم إعلانها أنها ليست بكاملها ضمن هيئة الحشد. التحول من دولة الميليشيات إلى عراق مؤسساتي يحتاج إلى إعادة إنتاج الدولة فكراً وتطبيقاً، وهذا لن يتم إلا ببناء منظومة جديدة يفصل فيها بين العسكرة والسياسة، في حين يتبنى الجميع مبدأ الوطنية والعدالة الاجتماعية. أهلاً بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في العلاقة بين الميليشيات والواجهات السياسية لها في العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، وسيكون معنا من العاصمة الأردنية عبر سكايب الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. نبدأ مع دكتور رافع. دكتور رافع، الأحزاب الطائفية الموجودة كلها لها ميليشيات وفرق موت وتنظيمات مسلحة موجودة من عام 2003 إلى اليوم. هذه الأحزاب كان لها أجنحة مسلحة ما قبل عام 2003 في مرحلة المعارضة، وقد يكون مفهوم أنها تحتاج إلى هذه الأجنحة المسلحة في عملياتها
التفجير الإرهاب وما إلى ذلك ضد خصمها النظام السابق. الآن هي تحكم الدولة والدولة العراقية كلها بيدها سياسيا واقتصاديا وأمنيا وغيرها. ما الحاجة لهذه الميليشيات وهي أيضا الدولة الآن وهذه الأحزاب التي تشكل حكومة لديها جيوش مليونية، جيش، قوات مسلحة، شرطة، مكافحة إرهاب وما إلى ذلك، لكنها حريصة متمسكة بميليشياتها، لما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، هذا سؤالك يعيدنا مرة أخرى ربما إلى النقطة التي بدأ فيها الاحتلال الأمريكي للعراق، يعني لماذا جاءت أمريكا وقطعت كل هذه المسافة وعبرت المحيطات بجيوش أو بمعداتها وحيتها لكي تحتل العراق؟ الهدف كان من الأساس تدمير العراق وإخراجه من كل حسابات القوة، هذا هو الهدف الأساسي، وتحقق هذا الهدف الحقيقة بإلغاء الدولة. ألغيت الدولة بشكل كامل، انتهت مؤسساتها وعمت الفوضى. في هذه النقطة اتفقت إيران وأمريكا على الهدف الواحد، هو أن يكون العراق ضعيف. إيران تريد عراقا ضعيفا، وأمريكا تريد أن تضعف العراق. جاءت اتفقوا على هذا وبدأ هذا ما سمي بالتخادم الإيراني الأمريكي في العراق. نعم. وأمريكا وإيران دعمت المشروع الأمريكي، دعمت العملية السياسية بكل قوتها، وجاءت بهذه الأحزاب. هذه الأحزاب من البداية لم نكن نعرف إلا يعني تنظيمات ميليشياوية إلا بدر. نعم. التي دخلت، وبعد ذلك تأسست كل هذه الميليشيات التي جاءت فيما بعد، وأصبحت الآن عندنا ما أعرف 70 ميليشيا وأكثر ربما. مع مرور الوقت المشروع يجب أن يتطور، إيرانيا يجب أن يتطور، أن يبقى العراق ضعيفا وأن تسيطر عليه إيران. كيف تسيطر عليه إيران وأمريكا تريد أن يبقى العراق مهملا، فيه فوضى، فيه خراب، فيه دمار، والعراق لا ينهض؟ لأن ترك العراق لفترة قصيرة حتى ولو سينهض سيعود، لديه القدرة، لديه قدرات كامنة كبيرة جدا في شعبه، في تاريخه، في وتجارب كثيرة، يستطيع أن ينهض. وإمكانات الذاتية العراق كإمكانات مادية وبشرية هائلة جدا، وقادرة في أي وقت أن تعين على النهوض. لذلك يجب أن لا ينهض، هناك فوضى، يجب أن تستمر هذه الفوضى وأن يبقى العراق ضعيفا. هذا مطلب أمريكي، هدف أمريكي وهدف إيراني. كيف يسيطر بعد ذلك؟ جاء المشروع الإيراني، كيف تسيطر إيران على العراق وتجعله ساحة لها تستفيد منها، يخدمها في مشروعها؟ أن تدفع بالميليشيات وتؤسس لهذه الميليشيات وتفعل وتسيطر على كل الوضع. والسيطرة على هذا الوضع كميليشيات أرض تسيطر عليها بقوة السلاح يحتاج أيضا إلى قوى واجهات سياسية. الواجهات السياسية هذه هي الأحزاب التي كانت تحت المظلة الإيرانية، حزب الدعوة وغيرها وجماعة الحكيم وكل هذه القوى التي جاءت مع الاحتلال وتشبثت بقضية الديمقراطية، أرادوا أن يقنعون العالم أو يهمون الناس، يهمون العراقيين أن الديمقراطية هذه، ويعني بث هذه الفيروسات، فيروسات الطائفية والكراهية والحقد والانتقام، هذه كلها بديل عن ما سمي بدكتاتورية ما قبل 2003 لكي تكون بديلاً عن دكتاتورية. وهذه الأحزاب السياسية التي جاءت هي المخلص، هذه اللي يرعاها الولي الفقيه في إيران، هي المخلص، هي التي ستحقق للعراقيين السلام والأمان والرفاهية، وهي لم تحققها. وحتى لم تحققها يجب على المواطن أن يقبل بها ويقبل بهذه الميليشيات التي ترعى هذا المشروع، لأن حتى ولو عاش فقيراً في بلد غني، حتى لو لم يحصل على شيء، حتى لو أصبحت الأمية أكثر من 40%، أصبح الفقر أكثر من 50%، حتى لو تدمر البلد، يجب أن يرضى بهذا المشروع. من يحمي هذا المشروع هي الميليشيات على الأرض، ومن ينظر لهذا المشروع هي القوى السياسية. إذن القوى السياسية كانت واجهة لهذه الميليشيات. لذلك شهدنا خلال الفترة الماضية عندما بدأ الحديث عن الميليشيات كثيراً، أن الكثير منهم بدأ يتحدث عن أنه تتحول إلى قوى سياسية. قيس الخزعلي قال أنه هذه العصائب تحولت إلى قوى سياسية، بدر قبلها قالت تحولنا إلى قوى سياسية، وهذه كذبة كبيرة. هي لديها الميليشيات، لكن في نفس الوقت سيطرت على البرلمان،
دخلت ما يسمى بالبرلمان كقوى سياسية. فأنت عندما تنظر إلى البرلمان ترى المحاصصة الطائفية والإثنية عدا الأكراد ومن يسمون سنة كأقلية هكذا يتعاملون معهم، الأحزاب الباقية هي التي الحاكمة لديها كلها ميليشيات، فهي الواجهة السياسية لهذه الميليشيات هي هذه القوى الحاكمة والتي ترشح رئيس الوزراء وتأتي برئيس الوزراء وتأتي بالحكومة. يعني على الرغم أنه هذه الميليشيات والقيادات الأمنية والسياسية تملك السلاح، السلاح بيدها، لكن هناك يبدو دائما تفكر أنه بحاجة إلى واجهة سياسية. نسأل دكتور قحطان القفاجي في هذه النقطة. دكتور مساء الخير أولا. مساء الخيرات والبركات لك والقناة المشاهدين والضيوف الكرام. شكرا دكتور. دكتور، الميليشيات هي التي الآن تحكم قبضتها على العراق سياسيا وأمنيا وحتى اقتصاديا. الآن تجربة الميليشيات في العراق اقتصاديا على غرار تجربة الحرس الثوري، هي القوة، هي لها السطوة، هي لها كلمة الفصل. إذا كانت هذه الميليشيات بهذه السطوة، بهذه القوة، بهذه القوة العسكرية والأمنية، ما حاجتها إلى الواجهة السياسية؟ هل تحتاج فعلا إلى واجهة سياسية؟ بالتأكيد تحتاج إلى مواجهة، إلى واجهة سياسية، وذلك هذه حقيقة على مدى التاريخ موجودة. حتى شتراوس أبو الفكر للمحافظين الأمريكان عندما قال لابد من هناك قوة تحمي واقتصاد يغري، هذه الموجودة، هذه الآلية اعتمدتها كل الجهات التي تحاول أن تفرض ذاتها. والميليشيات الآن إذا امتلكت السلاح فقط والقوة فقط ولم تمتلك القرار السياسي، يكون وجودها على أقل تقدير غير مبرر حتى لمن يؤيدها. ولكن عندما نرى أن هناك ذراع سياسي يشرع لها ويخرج الآليات ويخرج القرارات التي تؤيدها، وهو يملك أساسا قوة عسكرية لفرض ذاتها وللجم الأطراف المناهضة، إذن تكتمل عناصر القوة وهي القوة السياسية والقوة العسكرية. أما القوة الاقتصادية التي أشرت لها جنابك هي ضرورة لدعم الحالتين، لدعم القوة العسكرية وتكاملها بالمعدات والآليات، وأيضا القوة الاقتصادية تغري أطراف معينة لكي تتوائم مع سلوك هذه الجماعات. إذن هذه الجماعات حقيقة هي أدركت هذه الحاجة وهي سعت إليها من أول لحظة، ونحن حذرنا من ذلك منذ 2003 أو منذ بلورة ما يسمى بالآلية الخاطئة للحشد الشعبي بعيد الفتوى، عندما شكل بشبابيك مذهبية طائفية شخصية متقاطعة. إذن هي عرفت كيف تلعب اللعبة، والعملية السياسية الموجودة من 2003 تتناغم كاملة معها، لذلك هيئت الأجواء لها فأكملت وأحكمت وجودها بقوة عسكرية ودعم اقتصادي وشرعنة سياسية. نعم. دكتور ثامر العلواني في عمان، أهلا وسهلا بك. إذا كانت أهلا وسهلا الميليشيات بهذه القوة تملك قوة عسكرية وقوة أمنية، السلاح المهم والثقيل بيد الميليشيات، ولديها أيضا واجهات سياسية تضفي عليها الشرعية السياسية بين قوسين، وأيضا تضفي عليها الشرعية القانونية أيضا بين قوسين، إذن ما الداعي للحديث عن الميليشيات المنفلتة أو الوقحة أو السلاح السائب أو المنفلت، وهناك تعهدات حكومية منذ 7 سنوات بحصر السلاح بيد الدولة، وتعهدات كانت سابقة أيضا بتنقية أو تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الميليشياوية الدمج. إذا كانت الميليشيات تملك دولة وليست دولة تملك ميليشيات، الميليشيات الآن هي من يملك الدولة، فكيف يتم الحديث عن حصر سلاح ولجم الميليشيات؟ أولا تحية خاصة لضيفيك الكريم ولحضرتك والدكتور رافع والدكتور قحطان، وأحب أن أهنئكم بالعيد وأسعد الله وأيامكم بالخيرات والمسرات، ودفع عنكم مع المسلمين والناس أجمعين شر الوباء، ونسأله تعالى أن يلطف بأهل العراق وأن ينجيهم من محنتهم ومعاناتهم، ونرزقهم بسلطة عادلة تقود البلاد والعباد إلى بر الأمان والاطمئنان والازدهار إن شاء الله. أشكرك، بارك الله بك. أود أن أؤكد على قضية مهمة والشعب العراقي يعلمها لأنه يعاني معاناة كبيرة يوميا بسببها، وهي أن الميليشيات المسلحة الآن هي التي تملك الدولة
وتتحكم بقراراتها، وليست الدولة هي التي تعاني من وجود ميليشيات مسلحة كما يشاع أو يراد لها لهذا الأمر أن ينتشر، لأن الجماعات المسلحة والميليشيات الآن هي السلطة الفعلية على أرض الواقع، هي التي تتحكم بالواقع السياسي، هي التي تتحكم بالاقتصاد العراقي، هي التي تتحكم بالأمن، وهكذا نزولا من الوزارات التي يتقاسمونها بينهم إلى الدوائر الضيقة الصغيرة. أما رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو القضاء أو أي مؤسسات أخرى أو مجموعة الوزراء فهم أشكال وواجهات تتغير بين الحين والآخر، تستفيد ماديا وهي تؤدي الدور التي جاءت من أجله، وهي المحافظة على الحصص والمكاسب التي جاء بها الاحتلال وقسمها على الأحزاب الطائفية والعرقية. فعمل الحكومات هو المحافظة على توزيع خيرات العراق على هذه الأحزاب وهذه الميليشيات التي جاء بها الاحتلال أصالة، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل العراق متخلفاً في كل جوانب الحياة، متأخراً عن دول العالم، وهو الذي جعل استمرار انعدام الكهرباء، عدم وجود ماء صالح للشرب، وهذا الأمر هو الذي تسبب بوصول العراق إلى الوضع الكارثي وعدم وجود حياة صالحة ممكن أن يعيش فيها الإنسان العراقي. لا توجد صحة، لا توجد ثقافة ولا تعليم، لا أمن لا اقتصاد، مدن بأكملها مدمرة، نازحون يعانون المآسي، شعب يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، الصحة، الماء، الكهرباء، التعليم. ماذا يريد العدو أكثر من هذا؟ هذه الأدوات الموجودة بالسلطة كلها بلا استثناء هي مسؤولة عن معاناة الشعب العراقي، لأن الراعي الرسمي. دكتور اسمح لي، هذه نقطة قضية أنه الميليشيات الآن تقدم نفسها بتوصيف مقاومة إسلامية ضد الوجود والاحتلال الأمريكي، تطالب بإخراج الأمريكيين، هناك قصف لمواقع أمريكية، مواقع التحالف، وأيضا في محيط السفارة الأمريكية. دكتور رافع، الآن هذه في صراع مع الأمريكيين، قد يكون الأمريكيون قد أتوا بهذه الميليشيات، لكن الميليشيات الآن في المواجهة الآن حقيقية فعلا من أجل تخليص البلد من الاحتلال، من القواعد الأمريكية. هذه قضية فيها ربما فيها لبس، فيها إشكالية. أستاذ ماجد، ربما في حديث أستاذ منك دكتور، بس هاي النقطة نحيلها للدكتور رافع يعلق عليها أو يوضحناها. في حديث الدكتور ثامر، ربما علينا أن ننظر للأمور بشكل آخر. رجل فتح بابا يعني لقول شيء آخر ربما قد البعض يستغرب منه أو البعض ينكره. الآن نحن نتحدث وكاننا نتحدث أنه هذه الميليشيات تحت مظلة الحكومة، واقع الحال أن الحكومة تحت مظلة الميليشيات. ما دمنا نقول وهذا واقع الحال أنه الميليشيات هي من تملك العراق، إذن كل الحكومات المؤسسة هي تحت مظلة هل بس دكتور ظاهريا الآن وكأنه هناك نوع من التصادم الظاهري بين الحكومة وبين الميليشيات؟ هذا السؤال. نعم، هل بمقدور أي حكومة، والآن هذه الحكومة اللي نتحدث عنها وأنه هناك، هل بمقدور هذه الحكومة أن تعمل انقلاب وأن تذيع البيان رقم واحد ضد الميليشيات؟ هكذا نحتاج إلى حكومة تنقلب على الميليشيات. هل التفكير هذا ممكن في هذه الظروف؟ قيس الخزعلي يقول أنه هذه الحكومة إحنا اللي جئنا بها، هكذا قال، إحنا اللي جئنا بها ومطلوب من عندها النقاط الواحد اثنين ثلاثة وأكثر من هذا لتتدخل وغلس، ما لك علاقة بالقضايا الأخرى. ورئيس الحكومة يذهب إلى البصرة ويتحدث في خطابات كثيرة، رئيس الحكومة الحالي الكاظمي يتحدث عن 17 سنة من المآسي، يقول أنه لا تحملون كل هذا الذي جرى، 17 سنة من الخراب والدمار والسرقات والنهب، هكذا يتحدث حكومات السابقة. إذن هو يتحدث عن منظومة سياسية كاملة، يقول أنه كل اللي حكمه فاسدين، حكومات تتحمل كل هذه المسؤولية. إذن هذا النظام الذي حكم العراق من عام 2003 لغاية الآن، وهو يقول بشهرين، قبل شهرين نعم ماشي، هذا كله فاسد وخرب، وكل الشعارات التي رفعت في تلك المرحلة كلها كاذبة، وكل هذه القوى كاذبة في القيم والشعارات التي رفعتها، ومنها الحسين منهجنا في بناء الإنسان والوطن،
وأنهم جاءوا من أجل المظلومية، وأنه هذا من جاءوا لأجل تخليص المظالم وتخليص الناس من الدكتاتورية والاستبداد والنهب، دولة العدل الإلهي. هذا الذي قالوا. إذن الآن شخص منهم ينفي كل هذا، يمزق كل هذا ويقول إنه هذا كله كذب. هذا تفسير ما قال هذا، إنه كل هذا الذي قالوه كذب، لأنه هذه المنظومة السياسية كاذبة ومخربة وفاسدة وأوصلت العراق إلى هذه المرحلة. كل قوى العملية السياسية كلها أجمعون تعترف وتتحدث عن هناك أن هناك فسادا كارثيا، أن الطبقة السياسية أوصلت البلد إلى هذا الحضيض. الكل يتحدث. والله لو كان بمقدورهم لقالوا أن الشعب فاسد، لكن لا يستطيعون أن يقولوا هذا، لأن الناس ستسألهم كيف أن الشعب فاسد؟ يعني الشعب ما يمتلك الأموال ولا يمتلك السلطة. لو ظاهريا هيك أكو قانون، قالها أحدهم، قال إذا العراقيين يولد لهم 1,000,000 طفل في السنة كيف نوفر لهم الخدمات؟ جزء. إذن هذه واحدة من تبريرات أو تلميعات هذه القضية لكي يظهروا. فبالتالي هذه القوى، هذه كل القوى الحكومية التي يسموها مؤسسات حكومية وليست مؤسسات، هذه تحت مظلة الميليشيات. الميليشيات الآن من تحمل الحكومة على ظهرها وليس العكس، فلذلك هم يستاءون من هذا الكلام، يستاءون من كلام الكاظمي وغيره. الآن حتى في التظاهرات، يعني عندما تنظر إلى التظاهرات الآن، الميليشيات التي تقتل بالمتظاهرين طوال هذه الفترة، ثورة تشرين قتلتهم العصائب وغيرها، الآن تبكي على المتظاهرين وتندب وتدافع عن المتظاهرين الذي كانت تسميهم أولاد السفارات، أولاد البعثيات، هم تقول هذا أولاد المعرف منه، ما خلت يعني توصيفات، حتى توصيفات مسيئة جدا للأخلاق وبذيئة. نعم. وبذيئة وصفتهم بها، الآن تدافع عنهم. نعم. القضية فيها لعبة، فيها ترويج لكذبة كبيرة. يريدون أن يقولوا من خلال هذا، يريدون أن يقولوا إنه هذه الحكومات هذه بيدنا وهذه هي واجهة احنا واضعيها، ومتى ما شئنا نرفع هذه الواجهات ونأتي بغيرها، وعلى أهل العراق أن يقتنعوا أن هذه القوى هي الحاكمة للعراق وهي من تريد العراق بهذا الشكل، وأن المشروع يجب أن يمضي في طريقه، والمشروع ليس مشروعا عراقيا. وقد قيل أن الذين بذلوا الدماء هم الأولى بأن يحكموا العراق، يقصد الميليشيات في حربه. نعم. دكتور قحطان الخفاجي، يعني هذه الميليشيات الآن الموجودة في العراق بعد 17 سنة من حكمها للدولة العراقية، لا زالت العقلية الميليشياوية هي المسيطرة وليس عقلية الدولة، بل هذه الميليشيات وهي تحكم الدولة ملشنت الدولة العراقية، والمفروض أنه بعد هذه الفترة أن هذه الميليشيات تضفي عليها الدولنا، إذا صح التوصيف دولنة الميليشيات. إلى متى ستبقى هذه الميليشيات تفكر بهذه بعقلية المعارضة المطاردة، بعقلية الميليشيات، بعقلية الخوف من الدولة؟ يبدو هذه حتى الميليشيات والأحزاب، طبعا الأحزاب، أنها مطمئنة لسلاح ميليشياتها وليس إلى سلاح قواها، قوى الدولة من الجيش والشرطة. يعني الآن هذه الميليشيات وكأنه الأحزاب منتمية إلى بيئة الميليشيات وليس إلى بيئة الدولة التي تحكمها منذ 17 سنة. إذا عدنا إلى بدايات نشأة هذه القوى السياسية التي تدعي أنها كانت وطنية وأنها معارضة للنظام السابق وأنها حملة السلاح بوجه أعداء الشعب كما يصفون الحالة، هذه المجاميع كونت نفسها على أساس مذهبي طائفي منذ أول وهلة، وغاب عنها أي منظور عقلاني استراتيجي تفكيري عقائدي حتى إلى البحر الأوسع التي انطلقت منه وهو الدين، أي أنها لا تمتلك رؤية شمولية إلى الدين من جانب التطبيق العملي للدين أو كيفية فهم الدين أو كيفية التوافق بين الدولة وبين الدين. هذا واحد. اثنين، القناعة التي امتلكتها على أنها مظلومية ومظلومية وانتقامية وانتقامية امتلكتها على طول الخط حتى بعد ما جاءت خلف الدبابات الأمريكية. بقيت هذه المجاميع التي تدير شأن الدولة العراقية من 2003 لحد الآن عند نقطة المظلومية ونقطة الانتقام وعند حالة التيهان الفكري والعقائدي. لذلك الآن هم حتى ما بعد أن أدرك بعض
القائمين على العملية السياسية مثلا. دكتور لو سمحت لي دكتور، هذه الميليشيات أو الأحزاب في حالة تيه فكري كما وصفتها، في حالة تيه فكري ظلت الطريق، أم أن الارتباطات الخارجية هي التي وضعت هذه الميليشيات في هذا المسار، اختارت هذا الاختيار؟ سأكمل لك حقيقة الأمر. تفضل. هذه لديها تيه فكري ولدها في بداية الاحتلال مقبولية نسبية عند بعض المغرر بهم، استثمرها بالتأكيد الجهات الأخرى الخارجية استثمارا كاملا، لذلك أصبحت هذه المجاميع غير قادرة على إنتاج شيء ممكن أن تقنع به الناس، وغير قادرة على الخروج من دائرة الانتماء أو دائرة الارتباط الكامل بالقوى الخارجية، فأصبحت هذه المجاميع هي مطية القوى الخارجية وعجزة على الإقناع حتى جماهيرها. لذلك نرى الآن الحراك الشعبي أنهى كل خطوط حمراء وكل ما يسمى بالمقدسات السابقة بهذه المجاميع، فهي الآن النتيجة لهذا ليس لديها إلا أن تمضي في عملية المؤامرة، عملية نظومية، عملية مذهبية المقتة، الارتباط الكبير في القوى الخارجية. إذن هذه منذ أن بدأت وحتى تشكلت وسارت وعملت هي غائبة عنها الرؤية الفكرية، الانتماء الوطني، التخطيط الذاتي والاستقلالية، لذلك كانت فاشلة على طول الخط. وحتى كما قال قبل قليل قال مثلا حسين المالكي، قال كل الذين اشتركوا بعملية سياسية حتى أنا قد فشلنا، ولكن هل هو بمقدوره أن يغير لشيء أفضل على قدر يصحح؟ الربيعي قال سيقف مقامنا أمام الله لأخطائنا، هل هو قادر على أن يصحح؟ الجواب لا، لأنه لا يملك رؤية. اثنين، هو أساساً تابع إلى قوة خارجية. ثلاثة، الميليشيات الفاعلة في الشارع العراقي الآن أصبحت كاملة تابعة إلى ولاية الفقيه، وبالتالي أي عملية تغيير لا فكرية ولا سياسية ولا عملياتية ترتجى من العملية السياسية هذه نهائياً. لذلك قلنا منذ الأول وهلة الحل الوحيد بتغيير العملية السياسية جميعها برموزها بشخوصها بآلياتها. نعم دكتور ثامر العلواني، الآن من نفس النقطة اللي تحدث عنها دكتور قحطان، أن هناك ربما تيه فكري، عدم وضوح رؤية سياسية بعد 17 سنة من هذه التجربة القاسية في العراق وما وصل إلى العراق من انحطاط على كل المستويات، هل بقي من عذر لمن يعطي أذن مصغية للميليشيات، لخطاب الأحزاب الطائفية، الخطاب السياسي والإعلامي، مستعد أن يعطي فرصة أخرى، أن يستمع، أن يقبل الأعذار، إرهاب، النظام السابق، داعش، وما وغيرها من الحجج والذراع، بقى عذر الآن؟ أخي الكريم، لا عذر أبداً لكل من يتذرع بهذه الحجج الواهية التي أثبتت المعطيات على الأرض أنها غير حقيقية. منذ 2003 والدكتور رافع بين الأمر، هناك إنشاء لهذه الميليشيات، أنشأها الاحتلال الأمريكي. عندما أتى الاحتلال الأمريكي أنشأ هذه الميليشيات لمواجهة المقاومة ولخدمة المشروع الأمريكي والإيراني، ولكن من خلال المعطيات على الأرض والشواهد المتعددة التي رأيناها والشعب العراقي يعرفها ممكن أكثر من عدة، من أنه لا يوجد هكذا حقيقة أنه يجب أن نتذرع لهذه الميليشيات وأن نعطيها فرصة أخرى، لأنه هذه الميليشيات هي تدعن بالولاء العقائدي لإيران صراحة. نعم. وهم لا يخفون ذلك، جميع التصريحات التي أدلوا بها هي تشير إلى أنهم يعلنونها صراحة، أن هذه الميليشيات هي خصصت أو أنتجت أو أنشئت لتكون ذراع لإيران قوي في العراق وفي المنطقة. وخامنئي أوصى الكاظمي في زيارته قال إن الحشد الشعبي نعمة من الله، حافظوا عليها لا تفرطوا فيها. هذه الحقيقة، لأن الميليشيات أمرها معلوم يقينا. نعم. لأنها تصرح بذلك جهارا نهارا بأنها تمثل ولاية الفقيه وأوامره في العراق،
يبقى لدينا أمر آخر، وهو أنه لدينا قيادات عسكرية التي هي من المفترض أن تكون مستقلة، من المفترض أن تمثل العراق وأن تحافظ على مصالح العراق وسيادة العراق وتدافع عن أرض العراق. هذه أيضا للأسف في الحقيقة هي في ظل الواقع الموجود في العراق اليوم، هي إما خاضعة للإرادة الإيرانية بشكل كامل، أو هي لا تستطيع مخالفة الإرادة الإيرانية التي تتمثل بوجود الميليشيات عند ذلك. يمكن أن تتضح الصورة بأن التوافق بين المرجعيات العسكرية أو العسكر وبين الولاءات الميليشياوية لا يوجد هناك تعارض على أرض الواقع، وعندنا مثال قريب على ذلك. ورئيس أركان الجيش الحالي الفريق الركن عبد الأمير يار الله قال نحن كلنا أبو مهدي المهندس زعيم ميليشيا الحشد. أشكرك، نتوقف عند هذا الفاصل القصير مشاهدين الكرام، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في طاولة حوار عن الميليشيات الطائفية وواجهاتها السياسية. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في الميليشيات والواجهات السياسية لها. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان الخفاجي والدكتور ثامر العلواني. دكتور رافع، يعني بعد صدور قانون هيئة الحشد في البرلمان، وأصبح هناك قانون ينظم عمل هذه الميليشيات في إطار هيئة الحشد الشعبي، أصبح هناك مأزق المناهضون أو المعارضون لهذه الميليشيات وامتهاكاتها، أنه هذه جزء من الهيكل العسكري والأمني للدولة العراقية بعد 2003، من يمسها يمس الدولة العراقية. هذا مأزق كبير وضع فيه العراق والشعب العراقي، يعني كيف الخروج منه؟ والمأزق أستاذ ماجد يعني لا يتعلق بدولة، ويعني كيف الخروج من هذا، لأنه في العراق لا دولة الحقيقة. يعني أنا أتحدث عن شيء اسمه دولة هو غير موجود بدليل. خلي قاطعك. نعم. دكتور، الآن في العراق دولة، المجتمع الدولي، الإقليم، كل الدول تنظر إلى هذه الدولة، فقط المناهضون والمكتوون بنارها يقول أنها ليست دولة. نعم. في أوروبا والعالم الوزارة أو الدولة أو الحكومة بكل توصيفاتها الحكومة تعمل لدى المواطن، لذلك هذه الحكومة دائما أمام مساءلة والمواطن يستطيع أن يؤثر على هذه الحكومة، يستطيع أن يقيلها للحكومة، وهذا ما حصل في أوروبا وشاهدنا في الدول الديمقراطية الحقيقية والدول التي تحترم المواطن. هذه واحد. نحن الآن نعود إلى نفس القضية، يعني من تحت مظلة من؟ يعني هناك كل الحكومات تحت مظلة المواطن، هنا من تحت مظلة من؟ ميليشيات، هناك حكومة تحت مظلتها، والشعب لا حساب له في كل هذه. لكن طوال هذه الفترة، الشعب يراقب 17 سنة، يراقب الوضع ويرى هذه التناقضات ويرى هذه الوجوه. عندما تسمع مثلا، وسأجيبك على هذا السؤال، عندما تسمع رئيس الوزراء يتحدث عن رئيس الوزراء الحالي يتحدث عن 17 سنة من الخراب والدمار ويشكي من كل هذا، ولا يستطيع أن يسمي الأسماء، ولا يستطيع أن يقول إنه هذه الحكومات، ولا يستطيع أن يقودهم إلى المحاكم لمحاسبتهم على الفساد والخراب والفكر المتهري والفكر الطائفي، لا يستطيع. إذن هو مملوك من غير جهات، لا يستطيع أن يخرج عنها. عندما
يتحدث عن متظاهرين شهداء سقطوا بالتظاهرات وقتلتهم معروفين وهو يعرفهم وهو كان مديرا للمخابرات، يتحدث للناس يقول لهم انه اعددنا قوائم باعداد واسماء الشهداء وسندعو العوائل لكي نعطيهم. العوائل لا تريد ان تعطيهم مبالغ وهبات، العوائل تريد ان تقدم قتلة ابنائهم الى القضاء. هو لا يستطيع ان يقول هذا، اذا هو مملوك لقوى، هو تحت مظلة قوى التي قامت بقتلهم لا يستطيع ان يخرج عنها. هذه من ناحية. تختطف هذه الألمانية، نعم، تحدثوا عنها، هلا مفيس، نعم، وتخرج الميليشيات التي خطفتها بعد فترة. وقبل ذلك الحكومة لا تعطينا تفاصيل كيف تم تحريرها، بيان مقتضب غريب عجيب، لا تقول كيف تم تحريرها. اختطفوها وحررناها، شلون حررتوها، من اللي حررها، من اللي كان مختطفها، لا تتحدث عن هذا الموضوع لأنها تعرف تحت مظلة الميليشيات والميليشيات. والميليشيات تأتي لتقول إنه هذه المرأة جاسوسة تعمل لدى أمريكا ولدى، ودخلت بصورة غير رسمية للعراق، ويطلعون وثائق إنه داخلة بصفة رسمية، وصار لها 8 سنوات 9 سنوات تعمل بالعراق وتحت مظلة الحكومة، كيف داخلة غير رسمية. وإذا كانوا هم المفارقة دكتور إنه الطرف الثالث هو من حاسبها لكونها جاسوسة وأوراقها مو رسمية. نعم، وهذه القضية طرف ثالث قال هذا، قالوا إنه هناك طرف ثالث. ايه؟ طيب، والميليشيات تدافع عن اختطافها، يعني هذه تستحق ان تختطف وتقتل وكذا لانه هي جاسوسة. طيب، ما هذه الميليشيات اللي تتحدث بهذه اللغه اشتغلت مع 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 من تتجسس لهم، هذه الالمانيه من يدعون انها تتجسس لهم، مع الامريكان اشتغلت معهم وكانت المظله الامريكيه تحميهم وقاتلوا معها، وهي التي جاءت بهم عام 2003 اللي يحكم العراق. فكيف يعني هذه النظرية يعني غريبة عجيبة. طيب، الولاء إلى إيران هذا لا يعتبر تجسساً؟ وهذه دولة أجنبية، هذا لا يعتبر تجسساً. والخنوع لأمريكا والقبول بالمجيء مع أمريكا والقبول بمشروعها السياسي الذي يحكم العراق منذ عام 2003 لحد الآن، هذا ليس تجسساً. القبول بتقاسم ما سمي الكعكة العراقية، تقاسمها بهذه الطريقة الطائفية الإثنية، هذا ليس تجسساً. وضع العراق كأفقر بلد، الشعب أفقر شعب، أمية خراب، أمراض، دمار، تخريب، كهرباء غير موجودة، درجة الحرارة 60 توصل والعراقيين بلا كهرباء، هذا كله مقبول وهذا ليس تجسسا. لكن تجيب وحدة تختطفها والحكومة لا تقول لك. إذن أنا من هذه الفكرة، نعم، يعني هذه، نعم، أريد أن أقول إن الحكومة هي تحت مظلة هذه الميليشيات، لا تستطيع أن تنقلب على هذه الميليشيات، وهي جزء من عدها، وهي من جاءت بها ومن تحميها، تنتقدها، واحد ينتقد الآخر. هذه الملاسنات الإعلامية هذه لا، يعني مثل ما يقول، يعني لا توصلنا إلى شيء. الشعب العراقي يراقب ويكتشف كل هذه الأمور، لذلك التظاهرات. دكتور، هذه الحكومة والنظام السياسي عموما هو تحت حماية بندقية الميليشيات، هل تتوقع أنه لو أن الحكومة ذهبت باتجاه الاعتراض أو التصادم مع هذه الميليشيات، هذه البندقية ستلتف على الحكومة أيضا؟ طبعا بالتأكيد، وقالوها علنا، قال إن لم تلتزم بالشروط الذي جئنا به سنقيلك. واللي قال هذه قد يقتل، قد يسحل، قد كل شيء، قد يتهم بالتجسس، قد يتهم بأي طريقة، هذه لأنهم من تحت مظلة من، يعني ليست الحكومة هي المظلة الكبيرة وهذه الميليشيات تحت مظلتها وتستطيع أن تقبض على رقبتها وتمسكها من إيدها التي تؤلمها وتسحبها خارجا وتسحبها إلى المحاكم وتحاكمها أو تلغيها. لا، من فرض قانونا للميليشيات هي الميليشيات نفسها. نعم، يعني هي القوى السياسية، هي الواجهة للميليشيات، هي من فرضت هذا القانون للميليشيات التابعة لها. فبالتالي من يحكم، هو هذا العنوان الرئيسي، من يحكم هي الميليشيات فعليا، وهذه الواجهات واجهات ميليشياوية سياسية. نعم، يلبسون البدل ويتحدثون، نعم، بسياسة، لكن هم نواطير لهذه الميليشيات معينين من قبل هذه الميليشيات، والميليشيات ذات ارتباط، نعم، بإيران. دكتور قحطان الخفاجي، أغلب الميليشيات أو التي الآن تسمى بالولائية تدين بالولاء للمرشد الإيراني علي خامنئي، تصرح بذلك، تتفاخر وتتباهى، وأنه هو باعتباره ولي أمر المسلمين حتى ظهور المهدي، وكل الأوامر الصادرة من الولي الفقيه لا تناقش باعتبارها أوامر الحقيقة يعني إلهية واجبة التنفيذ.
خطورة هذه الرؤية أو المقاربة من قبل الميليشيات من قبل جهات هي التي تحكم العراق، هي المسيطرة، يعني حتى إذا أريد نصنف الميليشيات إلى ولائية وغير ولائية، السطوة والقوة الفاعلة هي للولائية التي مرجعها الولي الفقيه. خطورتها على الدولة العراق، على العراق كدولة، على العراق كمجتمع وشعب. هو بالتأكيد أساسا انطلقنا من الغايات لهذه الدعوات ثم ننتقل إلى الخطورة المترتبة. الغاية أساسا تذهب باتجاهين، أولا شحذ الهمم عند المغرر بهم المؤيدين لهذه الفكرة بأن جانب كبير من وجودهم ومن وضعهم في يوم الآخر يعتمد على موقفهم من هذا الموضوع وارتباطهم الكبير في هذه الفكرة والدفاع عنها. هذه الجانب الآخر هو رسالة تخويفية ترهيبية للقوى المناهضة لهذه الفكرة، باعتبار أن الخصم الذي يتمثل في جماعات ولاية الفقيه لهم من العقيدة الكبيرة الإلهية التي تشتدهم والتي لا يتراجع عنها، وبالتالي أنهم مدعمون من الله وأقوياء ونصرهم أكيد. إذن العملية أساساً كغاية هي لشحذ الهمم لداخل المؤيدين لهذه المجموعة وإخافة الأطراف الأخرى المؤيدة. أما النتائج المترتبة بالتأكيد ستكون التالي: أولاً مسألة هذه عقادية وهي ما بين أبناء الشعب، وبالتالي هي مشروع إلى زيادة الشرخ واللاتوافق بين أبناء الشعب، أي أن أولاً ستهدم البناء الاجتماعية، اثنين ستمزق ماهية ومفهوم السيادة التي هي جزء أساسي من الدولة، وبالتالي تمزيق هذه السيادة يضيع إلى الدولة آلية عملها وبوصلة اتجاهاتها. الشيء الآخر والثالث هي عملية إعجاز الحكومة من إيجاد المقبولية الكاملة لشعبها، وبالتالي تبقى الحكومة عاجزة عن الإتيان بفعل جيد لأن الشعب ليس بالضرورة جله مع توجهات الحكومة. إذن هذه الأهداف الثلاثة أو المخاطر الثلاثة المجتمعية والسياسية والعقائدية تجعل أن كما قلنا قبل قليل شيئين أساسيين: أولا تأكيد حالة اللا دولة بوجود الدولة العميقة المؤثرة، اثنين هامش كبير للقوى الخارجية المهيمنة كإيران على الشأن العراقي. نعم. هذا كله يجعل الخندق الإيراني في العراق أقوى أو يتقوى بالضبط من الخندق الأمريكي، لأن المسألة كلها هي جزء من الصراع التنافسي بين أمريكا وبين إيران. هكذا أنا أقرأ الأمور وأقرأ أسبابها. دكتور، الميليشيات والأحزاب الطائفية وحتى معها طبعا دول الإقليم استنفرت واستشعرت خطرا من خطاب القوى المتطرفة سواء في القاعدة وغير داعش التي لا تعترف بسيادة الدول لا بحدود الدول وتقاتل في مساحة الدين بين قوسين إذا صح التوصيف وتعبر الحدود. الآن الميليشيات وارتباطها بولاية الفقيه بنفس الفكرة بنفس الطرح، لكن ليس هناك من استشعار بالخطر من هذا التوجه في المحيط في الإقليم. لماذا هذه يعني الكيل بمكيالين أو المعايير المزدوجة؟ لأن هناك ازدواجية أساسا في الجانب الرسمي العراقي، وهو نرى نحن حقيقة أن الحكومة العراقية وكل حكومات من 2003 لحد الآن هي نصف قلبها مع هذه الميليشيات بشكل أو بآخر، ونصف القلب مع المجموعة. واحد، اثنين، أن جانب من القوى الدولية الإقليمية متوافقة مع هذه الفكرة، وبالتالي هذه الحالة غير موجودة لدى داعش، بالرغم أنه داعش أو القاعدة قصدي وحتى الميليشيات هم في رأيي كلاهما منبع واحد وغاية واحدة، لأنهم أساسا مذهبي طائفي تكفير الآخر واستعداء، والقتل هو الأسلوب الأمثل لديهم والأوحد. ولكن بعض الأطراف الدولية الآن الإقليمية مؤيدة إلى هذه الفكرة، بينما لم يكن هناك دول إقليمية تؤيد القاعد أو داعش كما هي تؤيد الآن التوجه الإقليمي لإيران. الشيء الآخر والثالث أن المراجع الدينية المؤثرة سيما في مجموعة الشيعية لم تعطي فصل القول في هذه المجاميع، لذلك هناك ازدواجية أو هناك ضبابية لدى المواطن، بينما أمام داعش كان هناك الكلام الصريح من قبل الجهات الدينية وكذلك حل القاعدة. هذه الاختلاطات
زد على ذلك حقيقة الأمر أن أمريكا أساساً والكيان الصهيوني من قبلها هم يذهبوا منذ الأساس إلى إثارة النعرات الطائفية سبيلاً لتمزيق وحدة الشعب العربي والإسلامي، وبالتالي استمرار المذهبية الطائفية والاقتتال البيني لا تضر أمريكا، بالعكس تنفع أمريكا وإسرائيل، لأن القتل إسلامي إسلامي عربي إسلامي. واضح، أشكرك حياك الله. أشكرك دكتور. عفوا دكتور ثامر العلواني، هذه الميليشيات الآن يعني على الأقل أمام الرأي العام العراقي، هل ما زال باستطاعتها أن توائم أو توفق بين ولائها العقد الصريح لولاية الفقيه وللخامنئي وبين مرجعيتها الإدارية العسكرية والأمنية للدولة العراقية؟ لا زال باستطاعتها إذا كانت في فترة من الفترات يعني نجحت، الآن باستطاعتها هذا التوفيق، هذه المواءمة؟ أخ كريم، بس أحب أن أؤكد على كلام رافع من أننا لا توجد في العراق دولة، ويقصد بها دولة حقيقية. نعم. ما موجود الآن فهو شبه دولة، شكل دولة. نعم. وأن لأن الدولة الحقيقية هي من تمتلك أهم شيء وأهم عنصر اللي هو السيادة الداخلية والسيادة الخارجية. العراق لا يمتلك لا سيادة خارجية، لا يمتلك السيطرة على حدوده، ولا سيادة داخلية بفرض الأمن أو السيطرة على أرض الواقع، لأن الميليشيات هي من تتحكم بالحدود العراقية وتتحكم الحكومات في العراق. دكتور، الحكومات في العراق استلمت 10 سيادات من 2003 إلى اليوم، شكلية ليست حقيقية. نعم. لعدم وجود الأمر على الواقع، لا تمتلك سيادة لا داخلية ولا خارجية. عندما نتكلم عن هذا الأمر فإننا نتكلم عن خطورة كبيرة جدا، عن كارثة، لأن ما نراه اليوم في العراق من كوارث ومآسي ومحن وآلام بسبب الأدوار المتبادلة ما بين الواجهات السياسية والحكومات وما بين الميليشيات. وجود الميليشيات والواجهات السياسية يعني عدم وجود دولة حقيقية، ولذلك الجانب الإيراني والجانب الإيراني الأمريكي والإيراني عفوا حريص على وجود هذه الميليشيات حتى يبقى العراق بلا دولة، يبقى ضعيف غير قادر على مواجهة الميليشيات. مثلا العلاقات الدولية متعثرة في العراق لأن إيران لا تريد أن ينفتح العراق على دول الجوار. أشكرك. ولا تريد أن ينفتح العراق على الدول العربية. رأينا تصريحات لمسؤولين سياسيين عراقيين وزعمات ميليشياوية تصرح بالعداء لهذه الدولة أو تلك وخلق مشاكل بلا مبرر. أريد بس أن أشير إلى قضية مهمة جدا باختصار، هو أن هيئة علماء المسلمين منذ 2003 و2004 حذرت من أن يكون الجيش العراقي وأن من يتسيد الأجهزة الأمنية في العراق أن يكون من جهات ميليشياوية، لأن ذلك سيفرض على العراق أن يكون يخدم لاستراتيجيات دولية لا تخدم العراق ولا الشعب العراقي. أشكرك دكتور. دكتور رافع الفلاحي، يعني هذه العلاقة العضوية، الأدوار المكملة، علاقة التخادم بين الميليشيات المسلحة الموجودة الآن تملك القرار العسكري والأمني وبين هذه الواجهات، واجهاتها السياسية الموجودة في البرلمان تغطيها بالقوانين بالتشريعات وما إلى ذلك، استمرار هذا التخادم أو هذا الأدوار المكملة على العراق في الحاضر والمستقبل، هو هذا ربما هذه الغاية من يعني من هذه الحلقة. يعني أنا أعتقد الغاية هنا، الفكرة في هذه الحلقة في هذا الموضوع هنا تكمن، أن الناس يعني الشعب العراقي من هو يعني موهوم بأن هناك دولة ممكن أن يستعين بها ويتكي عليها لتخليصها من الميليشيات، عليه أن يعني يترك هذا الموضوع، لأنه هذا فيه مع احترامي لكل العقول فيه خبل. هذه الدولة، ما يسمى بالدولة أو هذه الحكومات، هي جزء من منظومة هذه الميليشيات، المظلة الأساسية هي هذه الميليشيات. ولولا الكورونا ولولا تظاهرات قبل الكورونا، لولا التظاهرات تشرين لكان أعلن العراق بحرس ثوري عراقي مثل الحرس الثوري الإيراني وهو من يحكم العراق، ولا يوجد من يعترض، والواجهة الأساسية تابع إلى إيران بشكل علني. لكن مجيء ثورة تشرين أخرت هذا الموضوع أو يعني لا أقول مزقته لكن بعثرته بهذه الطريقة، الآن يحاولون لملمته، فضح بشكل أوضح. نعم. هذه حقيقة. إذن على الشعب الآن، التعويل كله على الشعب الآن، أنت لا تعول على حكومة، أحاديث لمصطفى الكاظمي،
ما أعرف منه مروجين إنه الوضع يختلف. قبل فترة جاء وزير خارجي الإيراني وأسمع مصطفى الكاظمي أسمع كلام غريب هذا كلام كذب وعيب معيب هذا الكلام معيب وأثبت بعد ذلك ذهب الكاظمي إلى إيران وشاهدنا كيف تصرف في إيران وكيف كان وماذا قال لهم الكذبة يعني تنكشف هذه المدافعون عن هذه الحكومة عليهم أن يتوقفوا عن هذا الموضوع لأن واقع الحال أن الحكومة الآن تقتل المتظاهرين العاقدون الأمل والآمال على هذه الحكومة أن يتوقفوا عليهم أن يتوقفوا الآن على الشعب أن يقوم بدوره هذه الحكومات وهذه الميليشيات وجهان لعملة واحدة يتغير هذا الوجه تغيره الميليشيات ولا تغيره الحكومة الحكومة لا تستطيع أن تفعل شيء هذه مجرد ميليشيات وما قال الخزعلي يعني هو صادق وهو الكذوب نعم. يعني كان واضح وهو حقيقي وهو الكذوب هذا الرجل أشكرك. لكن قال شيئا حقيقا قال هذه الحكومة احنا جئنا بها وهذه الواقع على الشعب أن يعرف أن مواجهته مع هذه المنظومة كاملة إذا ما أزاح هذه المنظومة يستطيع أن يبني العراق بشقيها السياسي والميليشياوي هذه حقيقة نعم يستطيع أن يبني العراق أما أن يتكئ على جزء من عده لإزاحة الجزء الآخر هو واهم وسيذهب إلى طريق مظلم وستعاد الكرة وهذا يعني هذا ما يقال نهر الدم سيستمر في وما بين الواجهات السياسية والميليشيات كالحبل السري أحدهما يغذي الآخر نعم. شكرا دكتور بهذا مشاهدي الكرام نصل لأختام هذه الحلقة من طاولة حوار التي بحثت في الميليشيات والعلاقة العضوية بين الميليشيات والواجهات السياسية في العراق لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفه وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وأيضا الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية والدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.